حياتنا مستمرة، انطلاقاتنا متجددة دائما في ملتقى الأصايل مع انطلاقة شوطنا، الشوط الخامس المخصص للإبكار، انطلاقة سليمة موفقة هناك أيضا في هذا المسار، في هذا الانطلاق الجميل والتحديات المثيرة. هكذا بدأت انطلاقة هذا الشوط، تحمل لنا الإثارة، تحمل لنا شعارات جميلة هنا أيضا في هذا المسار، وبداية هذا السنة، بداية هذا العام هنا أيضا. أعزائي المشاهدين، عسى أن يديم الأمن والأمان هناك أيضا أعزائي المشاهدين في هذا الموسم، هنا موسم جميل ومميز لعشاق رياضة الهجن العربية الأصيلة هنا بانطلاقاتها وتحدياتها المثيرة. كما أيضا يسرني أن أشكر هناك أيضا هجن الرياسة، هذه المؤسسة العملاقة الداعمة دائما لسباقات الهجن العربية الأصيلة، والتي قيمت هناك أيضا تسعيرتها الرابعة هنا في ميدان التلة، هناك أيضا في مهرجان سيدي أبو خالد، هناك أيضا حفظ الله وأبغى هناك أيضا ذخرا لنا هناك أيضا ولدولة الإمارات، آمين يا رب العالمين. مباشرة نسير إلى مقدمة هذا الشوط، هناك منحاف يقدمها الشيخ حامد بن محمد بالركاض العامري، يتقدم على الصدارة الأولى، أنتقل إلى المركز الثاني، أنتقل مع القدوم الوصول، التحدي هناك أيضا من الدهمة محمد بن سويد بن قشمان المنصوري، يتقدم على المركز الثاني، المركز الثالث، الله ياهو قدوم ياهو حضور هنا أيضا في هذه اللحظات من طموح الواصلة بشعار عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري، أتابع المركز الرابع، أتابع القادمة هنا والواصلة في هذه اللحظات في هذا المسار الجميل. هذه ترحيب راشد بن سليمان بن حمد الشامسي، خذ لي المركز الرابع هنا، القادمة في هذه اللحظات الواصلة هنا أيضا أمسية، هذه أمسية عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بن منصوري هنا يتقدم، هنا في هذه اللحظات يتقدم بن حوير القادم من الوثبة، بينما شعار بو سعيد، شعار أبو سويد أعرفه من خلال الشعار، ولكن هناك تقدم من الجانب الأيمن، هنا شعار بن حمودة، شعار بن حمودة ولا غيره هنا في هذا الانطلاق، وصلنا الكيلو متى الأخير، تتقدم هنا ترميج فري بن علي بن غانم بن حمودة الظاهري، يتقدم هنا في هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة، هنا راعي لهب يقدم لنا هذا الاسم، ولكن من القادم ياهو قدوم ياهو قزو ياهو سيل جارف يأتي من المراكز الخلفية في هذه اللحظات في هذا المسار، لمن ناموس هذا الشوط، لمن ناموس هذا الشوط، يا أهل الحجايج، يا أهل الحجايج ولعت، يا أهل الحجايج ولعت. أرى هناك أيضا التسللات من الأصايل من المراكز الخلفية في هذا المسار، بقيادة من، بقيادة من، بقيادة مبارك، بقيادة مبارك عيسى بن مبارك، هناك أيضا يتقدم هنا بانطلاقة وتحديات، هناك أيضا طموح 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 وشعار، هناك أيضا فري، فري بن علي بن غانم بن حمودة الظاهري وشعار بن حمدش قادم مع وهيلة، وهيلة هذه وهيلة سالم بن سعيد بن محمد بن حمدش الأخيلي، وهناك ترحيب راشد بن سليمان بن حمد الشامسي، ولكن هنا البداية، الله 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 على البداية الأولى، الله على الصدارة الأولى في هذا الانطلاق، الله يا سلام يا سلام يا سلام، لما عنده سبوق يموت حي، لا ولا خبرة على الشاشة، يبين هناك أيضا ترميج 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 على البداية الأولى، ولكن هناك أيضا الدخول ما بين الاسمين، الدخول ما بين الاسمين، هناك أيضا ترميج وهناك أيضا مخيفة، بينما أخذ المركز الثالث، هناك ترحيب راشد بن سليمان بن حمد الشامسي، والمركز الرابع، هناك أيضا وهيلة سالم بن سعيد بن محمد بن حمد الشرخيلي، والمركز الخامس
لحظات وصول هنا ايضا المركز الرابع، وصلنا الى المركز الرابع عند شعار ابو محمد، المركز الخامس والسادس نوافيكم بها هنا ايضا مع ايضا اللجان المنظمه في هذا الميدان، وحكم صاحبه المركز الاول هنا ايضا في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل والتحديات المثيره والتحديات المميزه. تهانينا والناموس السيد عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري على فوز هنا ايضا اعزائي المشاهدين، او هناك ايضا اعزائي المشاهدين هناك ايضا شعار بن حموده. بالفعل كان من نصيب شعار بن حموده، نعم الناموس كان ايضا فرعي بن علي بن حمود الظاهري اللي فازت في هذا الشوط، بينما المركز الثاني هناك عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري هنا ايضا، هكذا الذي وصلناه حتى هذه اللحظات من خلال هناك ايضا لجان المنظمه هناك ايضا والملتقطه مع خط النهايه.